كوريا تعاملنا كعبيد، أقل مرحلة من العبيد. كوريا تعامل الكلاب أفضل منا. وصلت لكوريا 3 في يوم 9/3/2018، عملت لجوء في مطار كوريا. قعدنا، جلست أنا وزوجتي وأولادي في المطار 7 أيام، أسبوع كامل. دخلنا الكوريا، أعطونا ورقة دخلونا بها كوريا. من التاريخ هذا حتى الآن لم يتم الاعتراف بنا كلاجئ في كوريا. قربت دلوقتي في 5 سنوات، يعني قربت في 5 سنوات. أصلا يعني كقانون كوري لا يجوز إن أنت تقعد اللاجئ أكتر من 6 شهور تبت في طلبه، وكمان 6 شهور استئناف. بيقولوا كمان يعني 6 شهور يعني محاولات تجميع أدلة، يعني سنة ونص. بعد سنة ونص يجب عليك إن أنت تبت أصلا في طلب اللاجئ. إحنا قعدنا أكثر من سنتين لم يتم لنا دعوة حتى للمقابلة. كوريا دولة مؤسسات ودولة قانون، وبالتالي في الغالب هتقدر تحافظ على نفسك فيها، مش هتجرح. مش دولة مثلا ممكن فيها إنها ممكن تسلمني تاني المصنع أو كده يعني. لكن لما تقدمنا بأوراق اللجوء وقدمنا أوراقنا وقدمت مستندات وحاجات زي كده، تم الرفض يعني. قلت كويس، قلت خلاص يعني كمان 2 3 شهور أقول هيقبلوا لجوءي، معايا الأدلة كاملة ومعايا كل حاجة ومعايا الصور ومعايا الفيديو يثبت إن أنا مضطهد وعليا الحكم من جوه المحكمة، القاضي بيحكم عليا من جوه المحكمة، تمام؟ فقدمته. فافوجئ بعد ذلك، يقول لي تعالى انترفيو، اروح انترفيو واقدم الادله تاني. بعدها بشهر يقول لك انت ممكنك الرجوع الى مصر وتصالح مع الحكومه. انت يعني انا مضطهد، وتم حكم مثلا على بعض الناس هنا بالمؤبد والاعدام و10 سنوات وغيره. كيف يعقل ان هو يعني يرجع لمصر ويطالب بالبراءه او الاستئناف؟ فهذا لا يعقل. لا يوجد تأمين صحي، يوجد عمل شاق جدا، لأن الفيزا الذين يعطونها لك اسمها فيزا G1. نحن لا نعمل إلا في الأعمال الشاقة في كوريا كي نأكل، كي نستطيع أن نأكل. الجي 1 هذا لها أرضى، الأعمال الشاقة، الأعمال الصعبة، الأعمال الخطرة. الإنسان من مقدم اللجوء له حقوق كثيرة جدا، ولكن هم لا يعطونها لنا. يعني يتعاملوا معنا أننا موجودين في هذا المكان نعمل فقط. من يعمل في شركة له حق التأمين، من لا يعمل في شركة ليس له حق التأمين. أنا كواحد إزاي هستقر في بلد ومش معايا إقامة؟ يعني أنا مثلا ممكن يعني خلال فترة إقامتي ممكن يتم ترحيلي في أي وقت. انا بقول ان انا مضطهد سياسي دلوقتي. انت ما يجي هنا المكتب الهجره يعرض علي الاقامه الانسانيه، انا لا اريد اقامه انسانيه، انا اقول انني مضطهد سياسي واطالب باقامه دائمه. كوريا تعامل اللاجئين المصريين معاملة سيئة جدا، اضطهاد
ما بعد اضطهاد من بداية من مكاتب الهجرة إلى قمة الهرم وزارة العدل. الاعتصام مستمر وكل شهر يتم تجديد التصريح قبله بفترة، لأن من الواضح أن وزارة العدل تقوم بالتضييق، تقول أن حالات الكورونا كثيرة وكذلك، وتضغط على الشرطة أن لا تعطينا التصريح. فلذلك أنا دلوقتي تركت العمل، قدمت استقالتي وذهبت إلى وزارة العدل للاعتصام. طبعا يعني إحنا كأصحاب أسر يعني فعلا يعني ليس استقرار، عدم استقرار في هذه البلد، فهذا طبعا يؤثر نفسيا على الأسرة كاملة. الرسالة الأخيرة لوزارة العدل الكورية: أولادنا ليس لهم ذنب في المماطلة الذين تفعلون.